إلى بشار الأسد وكل طغاة العالم، إلى بوتين وحسن نصر الله وإيران وكل الميليشيات التي تحارب معهم، ها نحن اليوم نقف أمامكم. لم نهزم ولن نستسلم. نعد عاما ثامنا من زمن الثورات الذي لا نهاية له، ونبدأ عمرا جديدا نفنيه قرب مدننا المدمرة. نصنع بدمائنا التاريخ ونسجل الشهداء في الخلود. إلى كل من يهمه الأمر، نحن اليوم نقبض على الثورة كجمرة من نار. نسمي بلادنا باسمها لكي تظل خالدة، لكي تتمسك أرضنا بالحياة. نقاوم رغم أجسادنا المثخنة بالجراح، رغم معراج أرواحنا نحو السماء. نقاوم ونحن على يقين بأنه في كل يوم ستتجدد ذكرى المجزرة، وسنحفظ صور شهداء الحق الذين اصطفوا جماعة على درب الجنة. نقاوم وليس عندنا شك بأنه لا عدل على هذه الأرض سوى معارك الثوار وأسلحتهم وتكبيراتهم حتى آخر قطرة دم. في ذكرى الثورة هو قد أظلم ليلنا وفطرت قلوبنا، ورغم تعثرنا بدموعنا وشقاء أمهاتنا ونسائنا وأطفالنا، في ذكرى الثورة وقد غلبنا العجز وأعيانا فقد الأحبة، لا نملك إلا أن نختارها مرة ثانية وثالثة ثم مرة أبدية لا نفرط فيها ولا نتخلى عنها. نختارها منهجا وحياة وحربا ومبادئا نعيش بها ولها ونموت في سبيلها. في ذكرى الثورة سنبقى أوفياء للصرخة الأولى، سنبقى ثوارا نهتف حتى مطلع الفجر. يلا ارحل يا بشار.